هنقرا نعمة ربنا النهاردة جزء من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس صح 7 صح الزواج. ولكن بسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. من نفس الصح برضو آية 8-9، ولكن أقول لغير المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم أن يلبسوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك. والمجد لله الأبدين أبدين أمين. الموضوع بتاع النهاردة اللي هنتكلم فيه نعمة ربنا الله وحياتنا الجنسية، الله وحياتنا الجنسية. هل الله فعلا الواحد ممكن يقول العنوان ده كده الله وحياتنا الجنسية بدون ما يتكسف؟ هل في حاجة تكسف ان احنا نتكلم على الموضوع ده ونجيب ذكر ربنا فيه؟ هحكي لكم انا حكايتين صغيرين اثروا فيا جدا. الكلام ده في الستينات حوالي سنة، واحدة منهم كانت حوالي سنة 67 تقريبا، والتانية كانت حوالي 71. في يوم في إحدى السيدات جت تشتكي بمشكلة كبيرة خالص، وكانت مستعلة جدا، وعاوز تسيب البيت تمشي متضايقة أوي. يعني لما هدت شوية وابتدت تتكلم شوية في مواضيع كلها سطحية جدا، ابتدت تقول في الموضوع الرئيسي اللي عايزة تتكلم فيه ومتضايقة منه، انها حياتها اصبحت لا تطاق، لان كل ما زوجها بيجي يقرب منها بتحس بغمان نفس، عاوز ترجع، عاوز تلاقي نفسها بيطبع عليها، تحس ان هي مجرد يعني حيوان مفترس بياكل فيها، ونفسها تزق بطريقه مش قادره، ومش قادر تستحمل اكتر من كده، ونفسها تسيب البيت تمشي. قصة ثانية كانت من إحدى الخادمات في إحدى كنائس القاهرة، جت مرة تقول لي أهلي عاوزين يجوزوني وأنا مخممة ما اتجوزش. فقلت لها ليه خير، ده الجواز سر عظيم جدا ومحبب جدا لربنا، بالنسبة لي الزواج سر، قلت لها مش سر، مش معنى كده يعني الزواج احسن من الطريق، بس يعني الزواج سر ومكرم جدا وعظيم جدا. فقالت لي انا خايفه من الجواز، انا كل الجوازات بتفشل حوالينا ومش لاقي جوازات كويسه. برضه حسيت الكلام ده نص ونص، يعني في حاجه اكيد تاني. يعني قلت لها في ايه بالظبط اللي تعبك؟ يعني قالت لي انا مرعوبه وخايفه من العلاقه الجنسيه، دي مؤلمه جدا جدا، ومتوقع ان مش ممكن استحملها، وهيغمى عليا
وهيجي لي صدمة عصبية. مين قال لي الكلام ده؟ قالت لي أنا يعني عارفة كده. للأسف دي كانت دكتورة سنين الأخت دي يعني. فقلت لها لا يا بنتي مش كده، الحياة مش كده أبدا يعني. قالت لي لا أنا تعبانة جدا جدا وأنا في الحقيقة برفض كل الناس عشان مش مستحملة إن أفكر في هذه الفكرة. دي قصة نمرة 2. قصة نمرة 3 من ناس أو عن ناس بحب ربنا جدا جدا وعلاقتهم بربنا كبيرة أوي. الزوجة كان عندها درجة معينة من درجات البرود الجنسي فرجيتي، وكانت كل ما يجي موقف هيبتدوا فيه يمارسوا مع بعض علاقاتهم ولقاءاتهم الجنسية تتعب خالص وتتضايق جدا، وبتيجي لها تقلصات في جسمها ولما بنسألها ليه قالت ان انا من جوه حاسة ان ده حرام، انا حاسة ان ده حاجة مش مقدسة. وانا قالت ان جيل او بدو كده، لكن انا كل ما افكر في الحكاية دي افتكر منظر الكلاب، ودي حاجة خاصة بالكلاب بس والحيوانات وانا مش مستحملة المنظر ده. وإذا كان يعني عشان نجيب عيال، طب احنا جبنا خلاص عيال وخلاص ومش عاوزين عيال تاني، طب احنا نعمل كلام ده ايه؟ كان ده كله قصص واقعية جدا، وده من الحاجات اللي خلتني احس زمان ان احنا لازم نتكلم عن سر الزيجة في اوائل السبعينات لخدام وخدمات ناس احد. وده في الحقيقة اللي خلاني برضه أفكر إن احنا نتكلم عن موضوع النهاردة، وكان العنوان الله في حياتنا الجنسية رأس الموضوع، وربنا يعني يتكلم لأن الموضوع صعب جدا وشائك جدا واحد يتكلم فيه، يعني محدش يحب يتكلم فيه لأنه يعني الكلام ممكن لما يقعد مع واحد أو اثنين يتكلم معاهم غير ما تتكلم فيها على مستوى مجموعة. ربنا يدبر. لما نبتدي نتكلم على الله في حياتنا الجنسية أو الله وحياتنا الجنسية، هتكلم أساسا على حاجتين وبعدين ثالث جزء يكون جزء أخير من الكلمة مع الله. أول جزء هتكلم على خطة الله في حياتنا الجنسية. هل الله ليه خطة معينة؟ هل ليه بلان معين لحياتنا الجنسية؟ ولا احنا ماشيين في حياتنا الجنسية كده وخلاص يعني؟ تاني نقطة، ايه غرض الله من الجنس عموما؟ وتالت حاجة هنتكلم على اللقاء الجنسي، هنتكلم على المعنى الروحي للقاء الجنسي، هنتكلم على فروق بين الرجل والمرأة ونظرتهم للقاء الجنسي، هنتكلم اللقاء الجنسي في نظر الراجل ايه بيديله ايه وفي نظر المرأة بيديها ايه، وبعدين هنتكلم على حاجتين اخر هنختم بيهم الموضوع، ودول من اهم الحاجات ده كل قعدة النهاردة. ايه العوامل اللي بتقلل من التقارب الجنسي الانتيماسي، ازاي الاثنين بيقربوا من بعض؟ في عوامل بتقلل من الحكاية دي تفرقهم من بعض، وعوامل بتزيد من الاقتراب من بعض. ليكون اخر حاجه في موضوع النهارده ان شاء الله. نبتدي في الاول ونتكلم على خطه الله لحياتنا الجنسيه. هل في خطه واضحه ولا لا؟ لو فتحت سفر التكوين اول اصحاح سفر التكوين ايه 27 28 تلاقوا اول
أول وصية في الكتاب المقدس المكتوبة كده في أول إصحاح، قالها للبشر، قال لهم إيه؟ أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. يعني دي أول وصية مذكورة. يعني إيه أثمروا واكثروا؟ يعني مارسوا مع بعض علاقة معينة أنا راضي بيها. دي أول وصية. إذن الجنس هو فكرة الله، دي فكرته هو اللي عملها، مش إحنا اللي ابتدعناها. ففي خطة الله وفكره إن هو عايز في حاجة اسمها لقاءات جنسية بين رجل ومرأة. فأول حاجة إن في خطة الله الفكرة دي إن الجنس عنده حاجة مطلوبة ووصية بيوصي بيها الناس. واللي عنده أي تعليق أو فكرة إن في وصية قبلها في أول إصحاح يقولها لي، يعني أول كلمة قالها كده له للبشر. تاني حاجة في خطة الله، ودي نقطة أرجو يعني كلام أقوله ده كعناوين أرجو تفصيلكم فوق كده تحتي خاص. الجنس فكرة الله مش فكرتي أنا ولا فكرة حد منكم. تاني نقطة إن الجنس في الزواج علاقة سرية مقدسة طاهرة نقية مقبولة لدى الله. الجنس في الزواج علاقة طاهرة وعلاقة نقية سرية مقدسة ومقبولة أمام ربنا. ما حددتش أنا يعني الجنس عشان عيال ولا غير عيال. ودليلنا في هذا، ودايما الكنيسة بتجيب هذا المثل هذه الآية لما تكلم، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. أما العاهرون والزناة فسادينهم الله. كلام ده في رسالة عبرانيين 13 آية 4. وإذا كنت تفتكرهم ترجعوا وراء القرون الأولى تلاقوا بدعة ماني. بدعة ماني دي المنوية كانوا بيتعبوا خاص كده في القرون الأولى. كانوا ناس بيقولوا إن الزواج والعلاقة الجنسية فيه علاقة نجسة وعلاقة غير مرضي عنها من ربنا، وكان بينزل من عينيهم أي واحد يتجوز. فوسطينوس كان عايش حياة الزنا وكان بعيد عن ربنا خالص وإنسان شهواني خالص. لما ابتدى يعيش في الفلسفة انقلب إلى الضد من الزنا الى ان يتكلم على الزواج على انه حاجه وحشه والعلاقات الجنسيه حاجه وحشه. وبعد ما اتعمد واضح اسقف ابتدى يحاجج الناس واصدقائه القدماء اللي كانوا بينشروا الدعماني اللي بينشروا فكره ان العلاقات الجنسيه علاقات خاطئه. عشان كده بروس بوضوح جدا قال ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. يعني آية يعني بتقول بوضوح جدا ان المضجع الموجود في شريكي الحياة كل شيء بينهما في هذا المضجع غير نجس. الله نفسه خلقهم لبعض بهذا الوضع وقربهم من بعض وقال لهم كل واحد يقدر يتقرب أباه وأمه ويتفق بالآخر وتصير جسد واحد. وعبر عن هذه العلاقة المقدسة القديس أثناسيوس الرسول القديس باسيليوس الكبير
والعلامة ورجان شرحوا الموضوع ده وقالوا ان الرجل والمرأة هما الاثنين من اصل واحد، كان مخلوق واحد اسمه ادم اتقسم نصين حواء وادم، والاثنين لما بعدوا عن بعض كان بينهم فيه اتراكشن انجذاب ورغبة الى ان يجتمعوا تاني مع بعض لكي ما يكملوا بعضهم الى واحد. ولما رجعوا لبعض تاني والتقوا واصبحوا واحد هما من نفس النوع، وسموهم او التعبير بتاعه كان community in essence، اصل واحد consubstantial من أفكار الإيمان، قالوها على نصين الرجل والمرأة. يعني أي التقاء بين الرجل والمرأة داخل سر الزواج اللي هو البوند اللي بقربهم من بعض وبتلزقهم في بعض وتربطهم ببعض هو غير ناجح مقبول أمام ربنا. دي تاني نقطة، إن الجنس داخل الزواج حاجة مقدسة ومقبولة، أول حاجة فكرة ربنا، ثالث حاجة في خطة ربنا لينا. الجزء اللي قرأناه النهاردة يعني بالمرة علق تعليق على هذا الجزء، وطبعا أكون أنا ميخي علق، لكن يعني ما فيش marriage counselor على مر العصور والتاريخ يقدر يقول كلام أبلغ في معناه ونصايح أبلغ في معناها من الكلام اللي قريناه في كورنثوس الأولى من 2-5. لما حاولت أفكر والأباء بيفكروا في معاني الآيات دي مش ممكن، يعني لو واحد حاول يصيغ أي كلمات مش ممكن هيجي كلام أحسن منها. إزاي؟ ليس الرجل تسلط على جسد بل للمرأة، ليوفر الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة، وبعدين يقول إيه إلى حين، يعني يحط كده في النص إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا. شوف الطريقة اللي بيسعى فيها، ثم تجتمعوا أيضا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزعتكم. هنشرح كده كل واحد جايين بعد كده السوق النهاردة، لكن هذه التعبيرات لما تفكروا في تأملوا فيها مش ممكن واحد كونسلر يقدر يصيغ كلمات أحسن من الناس ونصائح أحسن من الناس وتشرح حياتي أو حياتنا بعد كده. فخطة الله في حياتنا إن جي فكرته بيقول لنا يا أولادي أنا مقدس هذا العلاقة أو هذه العلاقة اللقاء الجنسي بينكم، وأنا بس بذكركم إن محدش فيكم ليه تسلط على جسده، الشريك الآخر هو الذي السلطة والملكية في جسد في جسدك. أنت يا فلانة جوزك هو ليه الملكية في جسدك، وبالعكس أنت اللي تملكي وتسلطي على جسده. هذه العلاقة اللي بين الاثنين الملكية المتبادلة فيها منتهى التضحية ومنتهى الحب ومنتهى البذل الغير عادي. في واحد في الدنيا يسلي نفسه كده وعبد متباع للتاني بالمعنى كده بالظبط، انا ملك الشخص الاخر والشخص الاخر ملكي، والانجيل بيقولنا كده ان ده هي اعلى درجه من درجات الحب. ربنا بيوصينا على شرط، دي فكرتي وده حاجه مقدسه، بس على شرط ان ما حدش يعتبر جسده ملكه من ساعه الجواز هو ملك شريك الحياه. ثم ما هو غرض الله من الجنة؟ لما ربنا يدي فكرته كان غرضه ايه لما عمله؟ ثلاث حاجات، وهي بيكون ثلاثة بنفس الأهمية وبمنتهى الوضوح في مخنا. أنا بتكلم عن غرض من الجنس وليس الغرض من الزواج عموما، غرض من العلاقة بتاعت اللقاء الجنسي داخل الزواج. أول حاجة ودي واضحة جدا، اثمره أثمره يعني طلع ثمر، وشرحناها في أول مرة نتكلم فيها، اثمره
معناها ان الواحد ممكن يكون من ضمنها انجاب اطفال، وممكن يكون منها ثمر، ثمر فضائل، ممكن يكون بيطلع ثمر بالحياة بتاعتنا. ممكن انا افرز مع احد مثلا الخادم ده يعتبر كل عيال ولاده دول بنين لي، دول ثمر لي. لكن procreation اللفظ المستخدم في هذا المعنى اللي هو الانجاب، انجاب اولاد. طب وفد ربنا ما سمحش كده، يوحنا النبي السلام بقى بيقول حتى بقى في منتهى الجمال اراكم من هذا الجزء اللي ما اراه عشان تقدر ولا بالانجليزي واعرفه بالعربي اللي عاوز يعني. اول حاجه الانجاب، ثاني حاجه اتحاد. الله غرضه لما يفتح بالجنس ان الاثنين يرجعوا ويصبحوا انسان واحد، انسان واحد، روح واحده حقيقي او شخصيه واحده، لكن باثنين بيشتغلوا فيها. او ممكن اقول المخلوق الواحد بالشخصيتين. يعني انا ومراتي هنبقى لنا هدف واحد في الحياه وتفكير معين، جول معين في حياتنا، احنا عارفين ان احنا نستقبل ربنا ونعيش مع ربنا على طول، لان كل واحد لهذه الاخر وشخصيته، هما شخصين. لكن داخل هذا الانسان المتكامل المكون من اثنين بيكون فيه بذل، يعني في حاجه اسمها فلوسي وفلوسك، ده ابسط شيء، وقتي لكي، وقتك ليا، مجهودي لكي وجهدك ليا، اهدافي اللي كانت في يوم من الايام لوحدي وانا عازب مع بعض يبقى لها هدف مشترك. اذا ما وافقتكيش وانت حاجه ما وافقتنيش نتفق مع بعض، ممكن اتنازع عن بعض العادات، طب حيث اتنازع عن بعض الرغبات، كل ده بيبقى في داخل الشخص الواحد. فغرض ربنا اليونيتي، واول حاجه البروكريشن، وثالث حاجه تكون ايه اللي دايما بتنسي بقى، تتنسي من وعظ الكنائس، وتتنسي من كل واحد بيتكلم عن الموضوع ده لانه مش بيتكلم فيها. ثالث نقطه من اغراض الله في الجنس بعد الانجاب والوحده، التلذذ، pleasure. يا رب انت ملاك، يعني انت صحيح ربنا خلق الجنس وقصدك ان يكون في pleasure، ربنا قصده يكون في pleasure. انتوا كم مره سمعتوا في الكنائس حد بيتكلم عن الموضوع ده يقول يا جماعه sex must be pleasurable، و يعني بيقولوا في انجاز واتحاد. حضرتكوا بقى جزء يوحنا ده بيفهم بيتكلم عن أهمية اللقاء الجنسي، بيتكلم على انتركورس. يوحنا ده بيفهم بينصح في حاجة معينة، هقرا لكم بالانجليزي وبعدين هقرا لكم بالعربي اللي عاوز يعني، او انتوا ممكن تقولوا معناها ايه كنتوا عاوزين. هقول الجزء الاول برضه يوحنا ده بيفهم قبل ما يخش في الجزء الاول كده، الجزء اللي هو خاص بشرح ليوف الرجل المرأة حقها الواجب. فيوحنا ده بيفهم بيقول ايه، ليوف الرجل المرأة الاكرام الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل. فبيقول اذا سلكت المرأة في ورع وامتنعت بدون إرادة الرجل، فماذا يكون موقفها إذا زنى؟ وإن لم يزني فقد يتألم ويضطرب ويتحرق ويعاديها، فما هو فائدة الصوم والامتناع؟ إنهما بلا فائدة ولا ربح إذا انتزعت المحبة. يقول الكلام ده يوحنا ذهبي الفم، قديس يوحنا ذهبي الفم.
بيقول يعني حتى مش من حق الرجل او بيتكلم على المرأة ليه؟ يعني دائما المرأة هي اللي يعني اغلب الاوقات هي اللي تتمنى يعني اسباب كتير قوي بقول لكم اسباب ثانية في اثر في الحاجات العوامل اللي هي بتعطل. يوحنا النبي الفم بيقول اذا امتنعت المرأة بدون اراده الرجل وإذا زنى الرجل، وزنى دي معناها إيه؟ ممكن يكون زنى فكره، يعني قدام التي في كده وبيشتهي الست اللي قدامه في التي في في وضع معين، وما شايف عينيه طالعة وتخش على التلفزيون، وهي اللي مأديه إلى كده، موقف قدام ربنا إيه؟ بيقول يعني طب بلاش يا ابني يتعب يتألم يضطرب يتحرك الحرك عن حرك ليها يعني، وفي الاخر يعاديها بقى ما فيش فايده منها بقى خلاص بتضايق منها. بيقول يعني كسبت ايه من صومها وصلاتها؟ ده حاجه ما فيش فيها فايده ولا ربح اذا انتزعنا المحبه من الموضوع. الوحده اللي تحصل بين الاثنين اللي فيها ايفاء الحق اساسا قلت لكم التضحيه، التضحيه تحب كل شيء لأنها أصلا نتجة من محبة. لما زي ما كان واحد بيه دلوقتي صداع أنا مش حاول أي أسماء خالص عشان مطلعش التسجيل يعني نلاحظ نفسنا أن من ضمن التضحية ومن ضمن البذل ومن ضمن العمل بتاعتنا داخل فيها المحبة اللي داخل لقاء الجنس. انا استغربت جدا الحقيقه لما قريت ان يوحنا ذهبي الفم وواحد اسمه ميثوديوس اوف اوليمبس ناس كبار جدا في الروحيات بيتكلموا وبيوصفوا بدقه روحيه انتركورس. انا زهقت يعني ما اتصورتش ده يعني ازاي واحد بيتكلم حاجه زي كده، لكن من حاجه طريفه اسمعوها تقول ايه. فتعرفوا ان يعني ومثل يقال في النص بيقول مش لازم أبدا تخجلوا من مناقشة الأمور الخاصة بينكم يا متجوزين، ده الجواز مكرم والجواز نقي جدا صار البيور وده هبة من عند ربنا. الجواز ده هبة ربنا ده لكم تكسفوا ازاي تتكلموا في أموركم الخاصة، وبكان الأمور الخاصة اللي هي أمور تعلق الجنس. تعدوا بقى اسمعوا شو بيقول ايه. بيقول the woman received with pleasure with pleasure دي يعني هذا بيتها ما يلها يعني the richest part of man his marrow and his pearl. She nourishes and cherishes it, the sperm, fluid that. And with the mingling of her own share, لما كنت تكون أوبن, restores a new man. لذا كده أقول الله طبعا حانا يريد فانا بيتكلم بقى إذا كان عاوزين يجيبوا عيال بقى. هو مكمل بقى بيقول إيه؟ What if there is no child؟ يعني في علاقة جنسية مش بسيطة ده ان يبقى فيه اي عيل يجي. Will then not the two become one flesh؟ Yes indeed. They are joined together into one flesh. وجاب مثل الدي لها reference Genesis 2:12. Because they're coming together, التقاءهم قربهم من بعض, has this effect, شو الوصفة, it diffuses and commingles the bodies of both. حد يعرف يعني diffuses؟ D
diffuses their bodies into each other. تخيلوا بينتسوا ببعض، مجرد قربهم بعض بيخش جوا بعض الواحد، بينتشروا ومع بعض جزيئاتهم بتخش في بعضها. There is no need to be ashamed of discussing the intimate relationship between husband and wife, because marriage is an honorable, thoroughly pure gift of God and the root of mankind. الكلام بتاع ميثوديوس بقى بالتفصيل بيقول ان في داخل العلاقه دي الراجل بيخش ترانس، يعني حاجه مرحله حاجه كده بين الغيبوبه والوعي، مسميها the trance of generation، وبيشرح ازاي الكلام ده بيحصل، ان البودي برضه بتختلط ببعضها in the embrace of love. شايف بيشرح ايه، بيقول ايه، ده الراجل وهو نايم بيدي جنبه الرمبل عشان يتاخد من جنبه ومن عظامه ومن لحمه سائل معين، جزء معين من جسمه بيلتقي داخل المرأة في حياة أكليس. وبرضه الواحد بيتكلم بيقول ايه برضه، ذات كلمة pleasurable و pleasure. انا جايب الكلام ده بدل لكم من اباء الكنيسة بيقولوا ايه، بيقولوا it is very pleasurable ان يكون في لقاء جنسي بين الاثنين حتى لو ما كانش في child، هو ده يمنع انهم اصبحوا واحد، دول بينتشروا مع بعض واصبحوا جسم واحد، مين اللي يفصلهم عن بعض؟ they're coming together خلاص. وبعدين لما نيجي نفكر، اي واحد فيكم في يوم من الايام خد كورس، مش بتكلم عن الدكاتره طبعا، خد كورس انترودكشن لاناتومي، واغلبكم قرا اغلب الكتب حته صغيره كده على التشريح بتاع المراه وتشريح جسم الرجل. الله في خلقته خلق اعضاء معينه لا وظيفة لها إلا التلذذ الجنسي فقط، ملهاش أي عمل آخر غير كده. طب خلقها ليه؟ ما هو ممكن يتم الولادة، ممكن يتم الانتركورس، ممكن يتم الولادة بدون كليترس. طب ربنا خلقه ليه؟ وطبعا إحنا في الشرق في مصر في عهد ما جيت حاليا مش موجود، كان كل البنات بيطهروهم بيتختنوا، واول حاجه يشيلوها هذا العضو عشان عيل. ربنا خلقه او ما يشيله انا، وطبعا بيؤدي بعد كده متاعب كتير جدا. ربنا خلق هذا العضو بقصد معين، بقصد to enjoy the pleasure of intercourse. Very sensitive part. وإذا كان أي حد فيكم من الدكاترة يعرف functionally غير pleasure يقول لي. الله خلقه لهذا السبب في خلقته، عمل كده حاجة تانية. الله عمي رضا رضا بتاع المسالك أنا كان نفسي نبيل يكون موجود النهاردة، نبيل لو نبيل كنا في المطر بس يعني نعم ما لا ما هو بالذات يعني مندوب مش يفهم زي يعني مع احترامي طبعا المندوب يعني. ربنا خلق اعضاء معينه فينا، واحد بقصد الانجاز، ده كان ممكن تتم عمليه الانجاز دي والعملية واللقاء الجنسي كل حاجة
بدون ما ربنا يخلق حاجة اسمها إركتايل تيشو. بدليل إن في ناس إمبوتنت وبيخلف لما مجرد السبيرم تيجي قريب من الفيميل ممكن أول خلف. ربنا ليه عمل حاجة اسمها إركتايل تيشو موجود في أعضاء المرأة وأعضاء الرجل وفيري سنسيف والشبكة الأعصاب اللي فيهم حساسة جدا. ربنا ليه هدف إن هذه الأعضاء تكون أعضاء للتلذذ أيضا. ربنا خلق بهذا المنظر. وربنا خلق لحكمته غدد معينة في الراجل وفي الست. الغدد دي بتهيئ وبتساعد عملية اللقاء. الست بتفضل تحبس غث النكهات، كلكم عارفين هو غث النكهات. يعني الطبيعي من 5 إلى 55 تتيح طالما من فوق، وده استمر هذه الغدد تفرز برضه ويستمر استعداد الزاير. طب لو ربنا مش قصده يعني من الحكاية دي إلا بس الخيل، طب ما كان تقف كلها متشتغلش بقى عن سن 50 و55. استمر برضه. ربنا ليه حكمة إنه يخلق أعضاءنا شيء يبين تلذذ. وإحنا في مجتمعنا المصري أو الشرقي بنستعي حاجة زي كده. إزاي في حاجة زي كده؟ ده ربنا اللي عملها مش احنا اللي عملنا. خلق الأعضاء بهذه الطريقة وقصده it's meant for pleasure procreation union and pleasure. أبغى أقول why should it be because he meant it to be like that. لأن بدون pleasure تحصل أمراض زي ما نتكلم عليها دلوقتي. هنجيها دلوقتي حاجة طب انت مش عاوز تخلف يبقى اللي تعمله بعد كده من غير بلاجر. في عندنا من ضمن أعضاء المتعة متعة التزاوج. ربنا خلق لك أعضاء تقدر تتزاوج فيها وتحس بطعم الأكل وتدوس منه ليه؟ إيه فايدة؟ عشان تجيب تاكل؟ لا، I don't think so. I think ربنا مدي لك ربنا بيحب الإنسان يتمتع. بولس الرسول بيقول لتيموثاوس في الإصحاح الثالث الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني في حاجات ربنا حاططها لنا وبغنى عشان نتمتع. واحد تيموثاوس 6 يقول لك الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني فضل الله ان هو يدينا سلام. دي لازمة ودي لازمة. ممكن مرة نتكلم على ليجر في جنرال، خلينا احنا نلاجر في الموضوع بتاع النهاردة، لكن ليجر في جنرال اللي ربنا حط فينا وده ما يتعارضش مع ألام الوقت الحاضر والكلام ده كله ممكن ناخد فيها مرة. انا مش تفهم يقولنا اي يعني ملهاش علاقة ممكن نوع مرة نتكلم في الموضوع ده. انا بقول احنا بندلل ان ربنا اصلا يكون فيه بلاجر انه خلق اعضاء معينه ملهاش فانكشن للبلاجر ده.
لأن قلت خلقت المرأة حاجات معينة ما هي بس البلاجر. طب كان ربنا عاوز ضعيف إلا بلاجر مش حاجة كده، ده الفانكشن بتاع الفيتوس كده. What if there's no child? Then all the hands will come. If there are no children, خلاص انفصلوا، ما يعرفوش من بعض مره ثاني، ما يتكلموش مع بعض. و احنا للاسف برضه من ضمن حاجات بتاعتنا في مجتمعنا، وطبعا هتوقفوني الوقت نقول الكلام، كل اعضاء الجسم لها مسميات معروفة جدا إلا هذه الأعضاء الثمينة جدا لازم يكون لها أسماء مستعارة، أسماء كده غير طبيعية، والواحد يتكلم عليها يبقى مكسوف يقول حاجة. تبقى على كده في نيك نيمز، في أسماء كده يعني أسماء حركية لهذه الأعضاء، مع ان الله لما خلق الانسان بسط خلقته وراى كل شيء انه حسن جدا. طب لو كان ربنا مش عاجبه منظر خلقتنا بحاجه زي كده، طب ما كان عملها ليه بالطريقه دي؟ كل شيء حسن جدا وظريف جدا في عين ربنا. ولما خلق ادم لوحده في الاول قال بقسمه اثنين كادم برضه بصورته ليه هو وهي هي بتكوينه وتشريحه بجسمين. فالله رأى أن كل شيء حسن وكل أعضاءنا حسنة، مش أعضاء بنكسر منها أبدا. ساعات بعض التقاليد في كل المجتمعات بتخليها تنظر إلى هذه الأمور إنها حاجة ما نصحش نتكلم عليها. عيب الكلام ده إيه بقى؟ إن موضوعنا ده كله نتكلم فيه ده على موضوع communication between the two partners اللي هما شريكي الحياة في حياتهم الزوجية، communication in their intimate affairs في لقاءاتهم الجنسية. في مصر بس بقول الناس اللي جايين دلوقتي، في مصر انا لو عايش ان في اثنين يقعدوا يتناقشهم راجل ومراته يتناقشوا مع بعض، احنا ليه ما بنعملش كويس مع بعض؟ احنا ليه متضايقين من بعض وتعبانين من بعض حاجة زي كده؟ ما تيجي نتفاهم، يعني تفتكروا ايه السبب؟ السبب منك ولا مني؟ طب ما الحل ما حصلش كلام، كل واحد حاططها دي توب سيكريت حياته هو، جوز معاه عشان حاجه ما ده بيبان لما يجي وبعد كده يشتكوا بمشاكل، تلاقي ان مفيش كوميونيكيشن خالص. ما انت عندهم مشاكل هم كوميونيكيشن مش هيقول لك، انا ما عنديش كوميونيكيشن مش هيقول. أتمنى هذا، أتمنى هذا أن يكون الناس كلهم متفتحين درجة الناس مع بعض الحرية. أتمنى هذا، ده الصحيح، ده الطبيعي، ده نوع أنواع كوميونيكيشن، وده أنا أتكلم في النهاردة يعني. الدعوة هنا مش في مصر بس، حتى بالنسبة للمجتمع. بالضبط، بالضبط يا عادي بس هو الأوبن يعني. اللقاء الجنسي ايه تعريفه روحي؟ زي ما قلت لكم اللقاء الجنسي ده لما الاباء كلموا عليه قالوا ده التقاء النصين اللي هم اصلا من اصل واحد، نصين بيسعوا نحو بعض اتراكتد لبعض لكي يكملوا بعض الى واحد. الاثنين حاسين انا من نفس اصلك، انا يعني زي ما تكون حاسين توائم، لا ده اصلا مش توائم بقى ده واحد اصلا نصين. الراجل حاسس بنقص انه انه ان في حته ناقصه منه، والست عاوزه ترجع على اصلها الحته اللي طلعت منها، فالاثنين اتراكوا لبعض وبيلتقوا مع بعض
لكن هذا الاتقاء لما بيعبر عنه اللقاء الجنسي بيعبر عنه الإنجيل بيعبر تعبير دقيق جدا إلى إيه؟ وعرف آدم حواء وعرفها. اللفظ التعريف ده ما حد فكر فيه يعني عرف. هي المعرفة دي تاخد مثلا لحظة دقيقة دقيقتين، ده المعرفة دي تاخد سنين. المعرفة دي long process، أتعرف وأتعق والفكر والقلب والعواطف والجسد بينهلقين. هي دي عملية التعرف. التعرف لازم يكون فيه حب عميق جدا بالاثنين، زي ما وصلت قبل كده حب مضحي وحب باذل، وحب فيه ثقه وحب فيه رجاء وحب فيه مغفره وحب فيه عطاء. الحب العميق بين الاثنين اللي بيجمعهم الى واحد، يكون فيه فهم دقيق لبعضهم، يعني كل واحد حط موقف الثاني يفكر تفكير الثاني في الأمور دي، بيحاول يفهموا بعض كويس، يفهم دقيق لبعض. وثالث حاجة يكون لهم رؤية واضحة إن لهم حياة واحدة في شخصيتين اتحدوا بالسر المقدس. المعرفة اللي بتنتج عنها اللقاء الجنسي في الآخر، في الزواج أنا بتكلم، في الشارع في الزواج، يكون معرفة مبنية على حب عميق، يعني علاقة جنسية بحب عميق تبقى علاقة خارج الزواج تقريبا، يعني أو زي مش خارج قصدي زي اللي بتعمل في الشارع، هي برضو موجودة في داخل الزواج، لكن هلاقي لها مشاكل ومتاعب من الزوجة أو من الزوج إذا حاسة مفيش حب، مفيش فهم ومتبادل. كلكم تتكلموا على حاجة زي كده، تخيلوا بقى لو واحد مثلا مش فاهم مراته أو مش فاهمها، شوفوا مشاكل ممكن تحصل بقى. هيقرون بعض مرة في السنة إن شاء الله، ولا مرة في العشر سنين، بأعذار كثيرة جدا بقى، مش فاهمين بعض أبدا وتعبانين جدا من بعض، ما لهمش هدف واحد في الحياة ومتفقين عليه وحاسين إنه حياة واحدة عايشة شخصين اتجمعوا في السر، مش ممكن يضحوا لبعض ولا يبذلوا أجل بعض، ولا هي مثلا تشوفوا تعبان جاي تعبان آخر مش هتطلب عليه، هو شايفها متضايقة وتعبانة ومريضة وعندها صداع وضهرها وجعها مش هتطلب عليها نعمل حاجة دلوقتي، مش هيحصل الكلام ده. من صفات المعرفة إن تكون واخدة وقت وصلنا فيه إلى حب عميق مع بعض وفهم متبادل لمشاعر كل واحد حاطط مطرح نفس مطرحه، وبعدين لنا هدف واضح. طيب يا ترى هل بعد كده في مع عملية اللقاء الجنسي ده في فرق بين الرجل والمرأة فيه؟ يعني مثلا كل واحدة وجوزها، كل واحد ومراته، شايف ان في فروق بتحصل في نظرة كل واحد، او في physical و emotional differences؟ صعب التقال، اذكر لكم بعضها ولما خلصت ان شاء الله ليخلق فيه لكن في النص بسأل. انا اقول نقط وكل واحد رجل بتصرفه ازاي فيها، يعني الراجل بفكر فيها ازاي وفي بتصرف فيها ازاي. اول فرق واضح جدا، كل الناس اللي متجوزين جربوه اذا كان لهم حياة جنسية مع بعض، الراجل في اللقاء الجنسي بيوصل للقمة بتاعت الكيرف بتاعه أسرع بكثير جدا من المرأة. أنا بتكلم على الأفريج مان، الأفريج هو زي ما كان هنا بيقول، طبعا في إكستريم وفي درجات في النص، لكن هي الأغلبية بتكلم على الناس المتوسطين، إن الراجل عموما في أول جواز، في أول الجواز الرجل أسرع في الوصول إلى قمة التعالي الجنس. إذا حبيت أعمل لها كيرف كده ألاقي الكيرف يعلى فجأة إن مثلا السكند يمكن وإحنا دي تاني، تكون الست لسه عمالة يعني أنا لها خالص، وبعدين تبتدي تعرف تكون هو الراجل خالص بقى انتهى يعني.
وبعدين تنزل وجاي الجهة مزاجها تبقى تاني والجزم تاني وهو عرب مش موجود خالص. ده different. إذا الاثنين ما عرفوش في different فعلا في الديزاير بتاعتهم وانفعالاتهم بدل منظر مش عارف يرتقوا بكوميونيكيشن. بالنسبة للمرأة الجنس ما هوش لقاء. بالنسبة للمرأة الجنس عملية حب متواصلة طول اليوم. المرأة عندها يمكن خمس أنواع من الحب والراجل عنده نوع واحد بس من الحب، أو يعني بيهمه نوع واحد بس من الحب. المرأة عندها مثلا أول نوع من أنواع الحب بتحبه جدا الحب بتاع المصاحبة، يعني بس companionship، تحس ان في معاها وليف معاها في البيت، في بني ادم تقضي حياتها معاها عايشه معاها، ده نوع من انواع الحب. الراجل اه طبعا هو موجود يعني حاجه زي كده، يعني مش نفس اهميه عن الست. الست مهمه قوي عندك شيري. الست بتدور على حب في عواطف كلمات compassionate love، يعني يعني مثلا هي قاعدة في المطبخ مثلا او جاية من بره تعبانة متصورة ان جوزها مفروض يجي يطبطب عليها ويصل لها ان هو حاس بيها، اكتب مصور انه ما يتضايق مش يلحق او يطلع عليهم حاجه مثلا يوم يعيطوا مثلا مش يلحق، لكن الحمد لله قلب البدايه الحمد لله. يعني الحب بتاع المصاحبه، حب العواطف اللي ممكن اللي الست مستنيه الراجل يقول لها انت فين انت وحشتيني، يطبطب عليها تكون عيانه مثلا تقول لها انا حاسس بيكي وربنا هيشفيكي. الراجل ده عملي، يعني ممكن قوي يلاقيها جايه تعبانه يكون هو طبخ مثلا مطرح، يكون غسل صحون لانه مش عارف تعبان، ده كل ده كويس. لكن هي برضه منتظره منه ان يجي يقول لها يعني ازيك عامل ايه الوقت. النوع ده جاهز ليه أهمية خاصة بالستة في المراد. النوع الثالث وده بقى النوع اللي يعني أكيد مش عند الراجل لكن نوع معروف، أبونا كلمة عليها بكده رومانتك لوف. رومانتك لوف يعني إيه؟ يعني اللمسات الخاصة بتاعة الرومانسية في الحب الزيج. أبونا كلمة عليها كتير قوي إن يعني الست تنظر، أقول دي كلها أنواع حب موجودة فعلا، لكن اهميت عن ستة مرات اني عبر لها محبته مثلا بكاندل بفلاور بكروت. هي كل حياتها وكل خيالها مثلا وهي بنت في يوم من الايام ان هي ست الحسن والجمال والشطر حسن هيجي وركب على حصان ابيض ويطير كده وياخدها ويطيروا مع بعض فوق السحاب وكلام بقى هم صغيرين يعني. بعدين ما كبر شويه الجنس تحول الى نوع برضو من الرومانسيه بس يعني على اعلى شويه. الراجل عنده كلام طبعا يعني مش مهم. النوع الرابع من الحب، الحب بقى اللي احنا بنسميه بالعربي عندنا حب عذري حب افلاطون. يعني ايه؟ يعني ست مثلا يهمها ان الراجل ممكن قوي يحط عليه ويبص بس مفيش وراها حاجه، يعني هي بس يعني حضن بوسه وبس، يهمها الكلام ده وتحس انها محبوبه لديه انها قريبه منه وتبقى تعمل ده. يعني هو انت هتعمل كده يبقى فيها كم لحاجه هي نفسها. انه ممكن بعض الانواع بتاع الحب بتبقى مجرد يعني هاجز وكيسز وبس، مجرد نحسه مع بعض حب ما فيش هيكبر ولا شيء بعد كده اكثر من كده. اخر نوع من الحب بقى الفاشن اطلاق اللي هو حب جين كامل بقى بيبتدي لقاء جنس.
الرابع عنده نمرة خمسة ده هو ده يعني الحب يوصل بسرعة، مش معجل حاجات تانية ما عندوش، بس يعني بأهمية أقل. مش ممكن الست هتوصل لنمرة خمسة إلا اللي عندها من واحد ضربة في نوع الحب. يعني مش ممكن هيجي الراجل زي القضاء كده على نمرة خمسة وما ينسي من واحد ضربة خالص، مش دي العايشة معاه. خصوصاً هو يعني زي ما كنا نتكلم على الكيرف، يعني بيطلع ويطب ساكت ويدخل لسه كمان، وطبعا ده سبب الأسباب ان هو ما استعملش من واحد ضربة قبل كده في الحب اللي هو واقعي وموجود في الحياة. فالست متطلباتها في الحب تختلف شوية عن الراجل. أنا قلت خمس أنواع من الحب، أريد أحررهم تاني انتوا تفتكروهم يعني أو مسجلين معكم. ثالث فرق من الفروق، أهمية العواطف اللي قبل وبعد اللقاء الجنسي لها أهمية كبيرة عن الست، مهمة أوي. وعند الراجل يعني ممكن يعملها الست عاوزة، الست يهمها تكون في عواطف مظهرة لها قبل الدخول في اللقاء الجنسي، ولها أسماء كتير مسميات. لكن لما الست مثلا تعبانة أو نايمة والراجل بدون أي مقدمات يعوز نمرة خمسة ما تستجيبش، أو ما تصورش أنها تستجيب، لازم يكون في قبلها مقدمات. عندها المقدمات العاطفية اللي قبل وبعد اللقاء لها أهمية كبيرة عندها، وهرجع الكلام ده بعدين. في معروف إن في مؤثرات كثيرة بتأثر في الراجل والست، بتثير their sexual desires. غالبا الكل بيجمع على هذا، يعني ان الراجل بيثار اكثر بما ينظر اليه. الست طبعا ممكن هذا الكلام بس اكثر باللي بتسمعه، بالhearing وبالtouch والother senses كلها بين فيها النظر. فالverbal communication مهم جدا مع الست، الراجل يهمه اللي بيشوف. عشان كده ودي برضو يعني في ناس من الكنيسة اتكلموا عليها، عشان كده البورنوغرافي موجه للراجل مش للست. البورنوغرافي موجه للراجل، هو اللي يهمه حاجة زي كده، يعني اكتر شوف صورة ست مثلا في وضع معين، عمر ست ما تتلذذ وهتثير شهواتها منظر زي كده في الجورنال او في المجلة، ده واحد راجل بدل منظر. وإذا حصل مش نفس النقطة، إن دايما وده في داعي أبدا تشتري تلفزيون يرسم التلفزيون جنبي واحد ست حلو، تشتري عربية يرسمها له جنبها واحد ست ما عرفش يعني شكلها إيه ولابسة إيه، حاجة لا تموت بسرعة عربية، واحدة بس لابسة مايو بيكيني ووقفة جنب عربية. طب ليه؟ ومش طبيعي يحصل الكلام ده، هم عارفين ان الراجل عموما هينجذب بعينيه لحاجه زي كده. التلفزيون والافلام مش تمام والكلام ده بيثير الراجل عموما اكثر من الست، وبيبقى صدقوني مخرج للراجل اذا كان علاقته فاشله مع مراته ان يعيش قدام التلفزيون حاجه زي كده. ففي فروق في الحاجات اللي بتثير، أنا بتكلم على اللقاء الجنسي، الفروق بين الراجل والست. نبتدي خش نقطة تانية كفاية كده في الفروق دلوقتي، في فروق كاملة بعد كده. الراجل بيبص للقاء الجنسي كإيه؟ إيه أهميته بالنسبة له؟ والست بتبص للقاء الجنسي الانتيماسي ده إيه أهميته بالنسبة له؟ ايه اهمية الموضوع ده للراجل؟ هقول لكم مثلا، هو اكيد فات منه كتير قوي. راجل فشل في علاقته الجنسية
مع بعض. لسبب ما هنقول الأزواج بعدين، سبب ما مش قادر يتم علاقة جنسية، تتوقع من نفسية الكل شكلها. الراجل صحيح ان اللقاء الجنسي بيشبع احتياجاته الجنسية، لكن بيشبع رجولته طريقة غير عادية. يعني هو يبقى راجل ناجح جدا في البيزنس بتاعه، استاذ في جامعة، صاحب ملايين في شركات، لكن عنده حتة انه مثلا امسن، تلاقيه انسان من جوه حاسس ان هو مسؤول حاجات انت مع الراجل. فاللقاءات الجنسية والنجاح فيها بتدي جزء احساس برجولة بتاع الراجل، وفيه اتعاب نفسية شديدة للراجل اللي بيبقى temporary impotent او عنده بعض المشاكل مثلا في material education الحاجة في اول الجواز، متعبان جدا نفسيا جدا جدا، وحاس انه رجولته يعني نقص. الراجل في نظره ان اذا كان ناجح في اللقاءات الجنسية بتاعته مع مراته، مشاكل كثيرة هيتحل في حياته الزوجية في البيت. يعني مختلفين مع بعض مثلا في امور كتير، لكن ناجحين مع بعض في حياتنا الجنسية يفوت حياته. مش ناجحين مع بعض في حياتنا ولقاءاتنا الجنسية، كل التفاسف الرفيعة هتشعل تاني وتزيد. فالراجل بيعتبر ان هذا الموضوع من ضمن الحاجات اللي بتحل خلافاته، بتحل خلافات صغيرة في البيت.